وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من عمان رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد، أهلا وسهلا بك. يعني بالأمس خفض الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقع، ولكن الأمر الملفت الانقسام داخل الفيدرالي، والأمر الآخر أيضا المفاجأة الإيجابية كان أنه الفيدرالي رفع من توقعات النمو لهذا العام. بالتالي إلى أي مدى ذلك يخفف من احتمالية خفض أسعار الفائدة أو حتى تباطؤ وتيرة أسعار الفائدة في المستقبل؟ بكل وضوح شاهدنا يوم أمس تأكيد من الفيدرال الأمريكي أنه مرتاح جدا لعدم التسرع أو عدم التعجل بأن يكون هناك أي تيسير في السياسة النقدية، وتركيز الفيدرالي على البيانات الاقتصادية داخل الاقتصاد الأمريكي الذي يعني لا يمكن أن ننكر أنه يبلي بلاء حسنا. أن هناك قوة في سوق العمل كما ذكر جيروم باول، وقوة في بعض الركائز الأساسية في الاقتصاد الأمريكي، وأسعار الفائدة نسبيا مرتفعة، وبالتالي في وضع اقتصادي جيد بالنسبة للاقتصاد الأمريكي كان رؤية الفيدرالي وأعضاء الفيدرالي الثلاثة الذين حتى صوتوا ضد خفض أسعار الفائدة أن الفيدرالي ليس مستعجلا حاليا أن يكون هناك تصرف بتخفيض أسعار الفائدة. يعني شو خلى لوقت اللي بيكون فيه أزمة، وبالتالي هذه الأريحية للاقتصاد الأمريكي تجعله في الطليعة بالإمكانية استخدام وسائل العدة عندما يحتاج الأمر ذلك. وذكرنا أو لاحظنا في حديث جيروم باول تأكيد مستمر خلال المحضر بأنه الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى الاستقرار نوعا ما في السياسات النقدية والإبقاء على السياسة العامة التشددية، وأن ما يحدث من تخفيض في أسعار الفائدة إنما هو عمليات مؤقتة تتماشى مع أجواء الأسواق العالمية أو الاقتصاد العالمي ككل. وبالتالي يعني هذا أقرب إلى الواقع أو أقرب إلى الأرقام الاقتصادية. نعلم أن الأسواق تحاول تسعر أحداث مستقبلية، لم يعني بعض الإشارات تم الحصول عليها من مخاوف ركود أو ما إلى ذلك، لكن لم يكتمل العقد حتى يكون هناك تصرف بمونيتري بوليسي أو سياسات نقدية من قبل المركزي أو الفيدرالي الأمريكي. وبالتالي هذا الخفض كان متوقعا، ولذلك كان فيه بعض القوة في الأسواق وخيبة أمل من الذين كانوا يتوقعون تيسيرا أكبر. رائد، يوم غد نترقب خطوة من البنك المركزي الصيني، هل تتوقع تخفيض لسعر الإقراض الاسترشادي؟ الاقتصاد الصيني هو الذي يحتاج حاليا أن يكون هناك توجه إلى حزم تحفيزية بشكل أكبر، لأنه تبدو عليه علامات التباطؤ بشكل أكبر من نظيره الاقتصادي، وهو متأثر بالحرب التجارية بشكل أكثر وضوحا. وبالتالي بعض الخطوات التحفيزية الإضافية وتخفيض في أسعار الفائدة الإرشادية من المتوقع وبشكل كبير أن يكون هناك حزمة جديدة. وقد أعلن المركز الصيني سابقا أنه سوف ينهج هذا الاتجاه طالما أن هناك في ضغط واضح على معدلات النمو في الاقتصاد الصيني وعلى مظاهر تباطؤ بنتيجة الحرب التجارية. بالتالي بلا شك أتوقع أن يكون هناك تخفيض من الاجتماع في من المركز الصيني، وكذلك اتخاذ إجراءات تيسيرية أكثر يعني خلينا نقول مرونة في الفترة القادمة. وأيضا نتابع اليوم اجتماع بنك أوف إنجلند، لا نتوقع تغييرات بالسياسة النقدية، ولكن ما هي الأمور التي تراقبها في هذا الاجتماع؟ حقيقة الأبرز النقاط، كان هناك جملة من البيانات صدرت من المملكة المتحدة مؤخرا أظهرت بعض يعني خلينا نقول نوع من عدم التأثر الكبير بالبريكزيت، وبالتالي هل يعتبر ذلك أنه في عندنا تحسن أو بعض الشيء في مستويات التضخم، وبالتالي المركز البريطاني مرتاح بعض الشيء إلى البيانات الاقتصادية على الرغم من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وبالتالي بصراحة ننتظر أن يكون هناك تطمينات أكثر أنه لا يزال هناك مزيد من الأدوات التي يمكن استخدامها من قبل المركز البريطاني، وأن نحتاج إلى رؤية المركز البريطاني للبيانات التي كانت قد صدرت مؤخرا من المملكة المتحدة، وكذلك رؤيته لارتفاع الباوند أو الفولاتيليتي الواسعة التي كانت في الفترة الماضية بعد ما زار مستويات دون العشرين، الآن يعود إلى مستويات 24. إذا ما هل لذلك تأثيرات على قرارات المركز البريطاني للحد من الفولاتيليتي أو حد من التذبذب العالي على قيمة
الباوند. مجموعه من النقاط الاساسيه هي يعني ننتظر سواء بستيتمنت انه هل سوف يكون هناك اجراءات قريبه بما يتعلق بالبريكزيت او انتظار كلي وتعليق الامور على تقدم البريكزيت او قضيه البريكزيت. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في اكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.